لماذا يصرون على مواصلة هذا النهج من الاعتداء على أبناء الشعب الفلسطيني وانتهاك المقدسات الإسلامية؟ ومع الأسف الشديد المسجد الأقصى المبارك يشهد حالة كبيرة من الاقتحامات على مدار كل تلك السنوات الماضية من جانب العدو الصهيوني، لماذا برأيك؟ نعم، هي سياسة عدوانية كما قلت، يعني يمارسها هذا الاحتلال الإسرائيلي منذ أن قام باحتلال فلسطين وتهجير الشعب الفلسطيني عام 48، ومنذ قبل ذلك، يعني منذ مرحلة الانتداب البريطاني، هو يحاول أن يكسر إرادة الشعب الفلسطيني، هو يحاول يعني أن يثبت هذا الكيان الإسرائيلي. يعني منذ أكثر من 70 عام يحاول الاحتلال الإسرائيلي عبر هذه السياسة العدوانية أن يكرس وجوده واحتلاله لفلسطين، لكن بإرادة الشعب الفلسطيني ومقاومة الشعب الفلسطيني هي تفشل كل هذه السياسات الإسرائيلية في بسط السيطرة، وأن يكون لهذا الكيان الإسرائيلي استقرار ووضع استقرار أمني واقتصادي وسياسي في المنطقة، وبالتالي تفشل هذه السياسة العدوانية أمام صمود شعبنا الفلسطيني في الداخل والخارج. وأيضا يعني هو يحاول في هذه المرحلة أن يستغل ما وقعوا من اتفاقيات للتطبيع مع يعني العديد من الأنظمة العربية، يحاول استغلال هذه الاتفاقيات حتى يكون هذا الكيان الإسرائيلي كيان طبيعي ومقبول في المنطقة العربية من شعوبنا العربية الإسلامية، ولكن شعوبنا العربية الإسلامية ترفض هذا التطبيع، وبالتالي يعني يمارس هذا الاحتلال الفشل من خلال العدوان على شعبنا الفلسطيني، من خلال العدوان على المقدسات الإسلامية والمسيحية، من خلال استمرار سياسة التهويد واقتحام المسجد الأقصى المبارك، وأيضا يعني الأحياء المقدسية المهددة بالتهجير في أهلنا وأبناء شعبنا في حي الشيخ جراح وفي أحياء سلوان. وبالتالي هذا الاحتلال يحاول يعني يعبر عن فشله، ويعبر عن فشل منظومة أمنية، ويعبر عن فشل حتى اتفاقيات التطبيع، ويدرك تماما أن الشعوب العربية الإسلامية ترفض التطبيع مع هذا الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي هو يحاول يعني يمارس هذا العدوان لأن سياسته فشلت، وهو لا يستطيع أن يكون يعني أن منذ أكثر من 70 عام منذ النكبة هو لم يستطع أن يثبت كيان إسرائيلي على أرض فلسطين نتيجة يعني صمود شعبنا الفلسطيني والتضحيات الكبيرة التي يعني يبذلها شعبنا الفلسطيني في الدفاع عن فلسطين وعن المقدسات.